تواصل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضري لمختلف مناطق القاهرة والتي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية. يأتي هذا في حين انتهت الدولة من أعمال الترميم والصيانة بمعبد بن عزرة اليهودي وجاري تنفيذ أعمال ترميم لسور مجرى العيون. أي مكان على أرضها لا يخلو شبر منها إلا ويحتضن أثرا عظيما يحكي تاريخا عريقا يفتخر به كل مصري. آثار منها ظلت صامدة متماسكة تقف على قدمين ثابتتين، ومنها من كان ينتظر المساعدة لسنوات فكانت لها ما أرادت، ليعود النبض من جديد إلى أحد أهم أحياء مصر التاريخية هو حي مصر القديمة. نبدأ الجولة من هنا من برج المأخذ بسور مجرى العيون. هو واحد من المشاريع الذي نال قدرا كبيرا من أعمال الترميم نظرا لقيمته التاريخية، حيث تم إنشاؤه بهدف إيصال المياه من منطقة المنيل إلى قلعة صلاح الدين، حيث تم تطوير البرج بداية من الطريق الصاعد نهاية بالسواق الخشبية المقاومة أعلى المبنى. تم ترميم المكان من قبل المجلس على الآثار بمجهود ذاتي وبعمالة من داخل مجلس الآثار كفنيين وكمرممين ومهندسين. تم معالجة الأحجار من الأملاح وتلبيس أحجار بمواصفات أثرية. تم معالجة الأخشاب الموجودة في هذا المكان طبقا للمعايير الفنية والأثرية. لجنة الترشيح العربية اكتشفت 3 سواقي وكانوا بحالة سيئة جدا، وتم الحمد لله وضع الـ3 سواقي في مكانهم، يكونوا بيعطوا فكرة عن طريقة التشغيل وطريقة فكرة نقل المياه من هذا المكان إلى قلعة صلاح الدين. ومن سور مجرى العيون إلى مجمع الأديان حيث معبد بن عزرة اليهودية، والذي كان له نصيب كبير من أعمال التطوير كونه واحدا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر لاحتوائه على نسخة من الكتب الدينية العتيقة، بالإضافة إلى مجلدات خاصة بالعادات والتقاليد اليهودية وحياتهم الاجتماعية في مصر. احنا هنا في الدور الأرضي الخاص بمصلى الرجال، عندنا على يمين مباشرة طبعا دي الأطلس، وده بيمثل تجسيم لسبت سيدنا موسى عليه السلام، ثم يليه بعد ذلك من الخلف طبعا البيمة، وهي تمثل المنبر اللي من خلاله بيقوم الحاخام بإلقاء الدروس والخطب والمواعظ على المصلين، ثم الجزء الأهم في المعبد وهو قدس الأقداس اللي من خلاله بيتم توجيه اتجاه الصلاة. أعمال الترميم الأخيرة اللي تمت من قبل وزارة الآثار كلها طبعا كانت أعمال بأيدي مصرية تولاها قطاع المشروعات بالوزارة، كان أغلبها عمليات ترميم دقيق لكل أنواع الزخارف الموجودة في المكان في السقف وفي الجدران، بالإضافة لرفع كفاءة العناصر الكهرباء والإضاءة في المكان كاملا وضوء خطورة للسقف من أعلى في السطح. حصن بابليون هو المحطة الأخيرة في جولتنا، والذي يتميز بأهمية خاصة، فهو الأثر الوحيد الباقي من آثار الإمبراطورية الرومانية في مصر، وكان أقوى حصون الديار المصرية على الإطلاق، ومنه دخل القائد عمرو بن العاص مصر أثناء الفتح الإسلامي. الحصن كان مغلق لفترة طويلة بسبب دخول المقاويت فيه والسيطرة عليه، وبعد تم تطهير المكان دخلت إدارات الترميم الدقيق لتطهير وتنظيف الأحجار بتنظيف ميكانيكي وكيميائي. احنا هنا قدام الطاحونة الرومانية، تم ترميم الطاحونة من تعقيم بالأخشاب اللي موجودة، أما بالنسبة للأحجار فتم تنظيفها تنظيف ميكانيكي وكيميائي عشان تفضل بالمنظر اللي حضرتك شايفه. وهكذا تغير المشهد تماما، ودبت الروح إلى الجسد بعد أعمال الترميم، والتي تأتي ضمن خطط التطوير التي تتبناها الدولة لتعود القاهرة التاريخية إلى رونقها وجمالها. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.